بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايزين نعمل مع بعض كده اتفاق محترم. احنا هنتكلم بوجهه نظر كرويه، ماشي. وجهات النظر بتاع العنصريه والكلام ده ممكن كل حاجه انت بتفكر فيها تكون حقيقيه، وممكن كل حاجه انا بفكر فيها تكون حقيقيه. مفيش اي حاجه اسمها في حقيقه واحده بس، وفي حاجه هتكون ثابته. المدرب بتاع العنصري بيكره اللعيب ده، لا اللعيب ده ما بيتمش التعامل معاه بعنصريه ولا اي حاجه. كل الوجهات النظر اللي احنا بنتكلم فيها دي هي وجهات نظر بس، ربنا اعلم ما بالنفوس. انا كمصري محمد صلاح بالنسبه لي لما كان بيروح اي تجربه احترافيه كنا بنقعد نتكلم نفس الكلام ده، المدير الفني ما بيحب صلاح، المدير الفني بيحب صلاح، اللعيبه بتغير من صلاح، ما حدش بيبص لصلاح ليه، صلاح ما حدش بيبص له ليه يا جماعه. كنا قاعدين نقول نفس الكلام ده لما كان في فيورنتينا، ولما مشي من تشيلسي اتهمنا مورينيو ان هو عنصري، واتهمنا برضو اداره تشيلسي واللعيبه ان هم ما كانوش بيساعدوا محمد صلاح في التكيف مع الاجواء، رغم ان تشيلسي وقتها كان عنده رزنامه لعيبه عاليه جدا. ابو صلاح كان ان هو ياخد وقت طويل بالنسبه له مع وجود الاسماء دي، كان الموضوع صعب شويتين. ما كناش متقبلين الفكره دي ولا متقبلين اي منطق ولا اي واقع، لان ابو صلاح كان لسه عيل صغير. بس بعد اللفه الكبيره دي ما تعلمناش برضه اي حاجه، بالعكس لسه بنقول ان ساديو ماني بيغير من صلاح، يعني عادي جدا يا معلم، احنا كده كده مكملين في نفس السيره دي. بس الازمه الاكبر بقى ان احنا بدانا نضحك ونعمل ترولات على نفسنا في موضوع الغيره والعنصريه والكلام ده. بس للاسف النغمه دي لسه ماشيه مع اخواننا الجزائريين، يعني اخواننا الجزائريين لسه ماشيين بنفس النغمه هي لما تتكلم على رياض محرز وتتكلم على جوارديولا، خصوصا يعني ان بيب عنده ماضي مش كويس مع سامويل ايتو ومع يايا توريه. بس ايتو ويايا توريه انت بتتكلم على موضوع بشره صح؟ يعني بتتكلم على موضوع بشره، انت كده مش بتتكلم على اي حاجه تانية. لا ده هو بيكره اللعيبه الافارقه، تمام بيكره اللعيبه الافارقه صح، هو انا معاك في دي، لان هو اول ما مسك برشلونه كان عنده تارجت واضح، هو ان هو يطفش ايتو وديكو ورونالدينيو باي طريقه. ليه؟ لان هو انا مؤاخذه كان لسه مدير فني صغير وعايز يسيطر على الاوضه وعايز يسيطر على الفرقه، وهو المدير الفني القائد جوه المنظومه. زي كده المؤاخذه يوليان نيجلسمان لما مسك اول تجربه ليه فضل فرقه من اللعيبه الكبار وقرر ان هو يحط لعيبه صغار عشان يسيطر عليهم. ليه بقى؟ لانك لو مدرب ما سيطرش على الفرقه هتبش منك ومش هتعرف تلمها خالص، وانت مدير فني صغير وطبيعي انك تلم حواليك لعيبه صغيره علشان تبهرهم باي حاجه هتقولها لهم، انما اللعيبه الخبرات بيبقزوك بعدها، وده عانى منه بيب جوارديولا في بايرن ميونخ. موضوع الخبرات والتعامل مع لعيبه اصحاب اسماء، بيب جوارديولا فشل رهيب في التعامل مع لعيبه بايرن ميونخ، سواء ريبريه سواء روبن سواء توماس مولر، كل اللعيبه الكبار دول فكسوا له وحسوا ان الكلام اللي هو بيقوله عباره عن افوره والراجل ده بيمثل. لما جه مانشستر سيتي وكيفن دي بروين كان لسه عيل، بيب جوارديولا حسسه ان كره القدم ده بالصلاه على النبي ماده كيميائيه كده احنا هنعملها، والولد كان مبهور جدا وحابب جدا الكلام بتاع بيب جوارديولا، وحرفيا دلوقتي بقى بيكرره. فبسم الله ما شاء الله احنا بنتكلم على نوعيه مدرب عنده افكار غريبه. موضوع يايا توريه برضه عمل نفس القصه مع يايا توريه، حتى يايا توريه لما كان نجم مانشستر سيتي الاول هو جه انا عايز امشيه. هو جه انا عايز امشيه. تتحسب عنصريه؟ اللعيبه الافريقيه عندهم ازمه داخليه شويه، اي حاجه بتحصل معاهم بيقول لك عنصريه، بيكرهوا القاره بتاعتنا. انما احنا بقى كلاعيبه عرب ومعلش يعني عندنا الوان بشره مختلفه، هيعنصروا معانا ليه؟ بص يا معلم، جوارديولا عنصري اتجاه الاسبان. جوارديولا جت عليه فتره كان بيلعب دافيد سيلفا وهو مش شايف قدامه وهو مشطب بدنيا عشان خاطر دافيد سيلفا اسباني، يعني بيعنصر ولاد بلده. اه ده بيعنصر، ما فيهاش اي مشكله، طبيعي جدا بولاد بلدك يا عم الحاج. يعني ثقته في رودري العاليه في اول موسم كانت مخليه رودري مش شايف قدامه. هو جوارديولا من نوعيه المدربين اللي كده. بس لما تيجي تتكلم على محرز، لا معلش بس ده انا من تايم اوت، عشان جوارديولا كان واثق جدا في محرز من ساعه ما كان، بس مع الاسف الكلام هنا ان جوارديولا عنصري، وكل مباراه جوارديولا بيقع فيها محرز عنصري. ليه؟ بعيد عنك، احنا هنا في المجال القذر اللي احنا فيه في سهريه لما لايكات كتيره وسعادتك، يعني في كلام انت عايز تسمعه اول ما تسمعه والله يا اخي انت برنس وقلت الكلام اللي في قلبي، خد لايك وخد سبسكرايب وخد شير للفيديو. انما لو ما قلتش الكلام اللي انت عايز تسمعه يلا يلا من هنا يلا 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 يا فاشل يلا يلا انت فاشل يلا ما حدش بيسمعك غيري. بس انا بقى هوديك للحته اللي انا عايز استفاد منها، انك تعمل لايكات والفيديو يعلى ويكبر. يكبر بقى ازاي؟ لما تحس ان العيب بتاعك مضطهد ومظلوم، والله يا اخي الاوروبيين دول عمالين يظلمونا. طب يظلمونا ليه؟ محرز مش جاي للسيتي وهو عيل صغير، محرز جاي للسيتي وهو احسن لاعب في الدوري، وجاي للسيتي وهو واخد دوري مع ليستر سيتي، يعني عامل اسم كبير في انجلترا، غير ان هو كان بيتحضر له ان هو تاني موسم على طول في لعيبه السيتي اعرف ان اللعيب ده هيكون احسن لاعب في السنه. جوارديولا راهن على محرز، بس مع الاسف الشديد خط دفاع السيتي كان سيء جدا وما كانش قادر ان هو يشيل اي حد، ومع ذلك فضل لعيب من اللعيبه المهمين جدا لحد ما وصلنا ل 2022. 2022 رياض محرز
رقم واحد في الكرات الثابته، رقم واحد في ضربات الجزاء، اللعيب اللي بيتم الثقه فيه في اضيق الاوقات واسوا الظروف بيتم الثقه في محرز دايما في ضربات الجزاء. فليه تتكلم على اللاعب ده ان هو بيتم التعامل معاه بعنصريه؟ اللي هو ازاي؟ طيب ازاي بيبقى عامله بعنصريه امبارح وحاطه على الدكه قدام توتنهام وضرب الجزاء في الدقيقه 93 بيخش يلعبها اهو؟ هتقول لي لا ما رياض كان في الملعب ورحيم كان بيلعب ضربات جزاء. هقول لك بتعدي علشان خاطر رياض كانوا عايزين يرجعوا رحيم الفتره دي وعايزين رحيم يسجل، انما ضربات الجزاء معروف ان رياض محرز رقم واحد في الفرقه بعد ما كل الفرقه ما جربت تشوط وضيعت. كيفن ضيع في دوري الابطال، جاندو ضيع في دوري الابطال، رياض مسك خلاص الموضوع بالنسبه له انسحب. رياض بقى متخصص ضربات الجزاء عندنا، ولاعيب زي ما قلت لك بيتم الثقه فيه، ولاعيب حرفيا بيتم الكلام ان هو نسى بيب جوارديولا فكره ان هو يروح يجيب مهاجم. فانت بتتكلم ازاي ان هو عشان قعد مباراه دكه تقول لي ان هو لعيب بيتم التعامل معه بعنصريه؟ عنصريه ايه؟ ده كلام فاضي، والله كلام فاضي. اللي لا جندوجان، جندوجان بيلعب عليه، ما جندوجان يا باشا عمال اقول لك من امبارح ان احنا بالكره العرضيه بنلعبها لجندوجان عشان جندوجان بيزيد يبقى مهاجم في منطقه الجزاء. هو مين اللي جاب الجول الاول بتاع سيتي امبارح يا برنس؟ مش جندوجان؟ جندوجان كان فين؟ في السته ارض، ده مركز جندوجان بيكون موجود فيه؟ في الطبيعي لا، بس في الماتشات اللي احنا بنلعبها كرات عرضيه ومعروفين ان الاطراف تقفل علينا جندوجان بيكون هو المفتاح الوحيد. ليه؟ لان رياض اول ما هيستلم هيلاقي اثنين طالعين له وراهم واحد، هيعجم الثلاثه دول ازاي بقى؟ لما اقصد ساحر هو الولد يعني هيخش وسطهم كده ما بين الرجول. حتى لما رياض نزل بقى مضطر انه يلعب عرضيات لمين بقى؟ لجندوجان اللي احنا قاعدين نلعب له عرضيات من اول الماتش. فلما تيجي تتكلم معانا انه جندوجان هو لاعب وليه رحيم بيلعب؟ رحيم بيلعب عمال اقول لك ان هو ضغط الصحافه والاعلام في انجلترا، والصحافه والاعلام بيتعاملوا بطريقه سيئه جدا مع اللعيبه الانجليز اللي بيقعدوا دكه، بيتعاملوا مع المديرين الفنيين بتوعها بطريقه سيئه جدا ويقول لك ده بيدمر مستقبل لعيبه والكلام الفاضي ده. عارف رياض كنت تقلق عليه انت مع بيب لو فيران توريس كمل؟ لو فيران توريس كمل كنت وقتها تقلق على رياض مع بيب بجد والله وش كده كنت تقلق على رياض مع بيب. ليه؟ لان فيران توريس كان هيتم الثقه فيه حتى لو هو مش شايف قدامه. بتفرج على برشلونه ساعتك؟ لو بتفرج على برشلونه عندنا ففيران توريس بيتم الثقه فيه حتى هو بيضيع في سته ارضه. في نفس الوقت الصحافه ما عندهاش اي مشكله ولا المدير الفني ولا رئيس النادي من رحيل ممفيس ديباي هداف الفريق. شوف هداف الفريق لحد الان في الدوري هو ممفيس ديباي. ممفيس ديباي عايزين يضحوا بيه ليه؟ علشان فيه ثقه في لعيب اسباني. دي مش عنصريه بقى برو؟ دي مش عنصريه؟ فرانك ديونج ما بيلعبش في مكانه بقى له 3 سنين والصحافه الاسبانيه مشكاش سلخ. ده مش عنصريه؟ جافي بيلعب في كل حته في الملعب والمدير الفني بيسيبه والاعلام بيطلع يقول عليه كلام زي الفل بعد المباراه حتى لو مش شايف قدامه. دي مش عنصريه؟ ولا عنصريه بس تيجي لما اللعيبه العرب بتوعنا بيقعدوا دكه؟ الحته الثانيه برضه حته سعيد بالرحمه. لو اي حد بيلعب كوره او اي حد لعب كوره قبل كده وقلت له موضوع سعيد بالرحمه وموضوع ديفيد مويز امبارح وهو بيزعق له بيقول له اطلع بسرعه، هتعرف اولا ان ده مدرب غلط غلطه كبيره جدا، وهو ان هو كان متعصب بطريقه غير طبيعيه. ليه؟ لان اداء الفرقه جوه الملعب كان ملط. الفرقه جوه الملعب امبارح كانوا مقدمين مستوى سيء جدا قدام نيوكاسل. هو غير سعيد بالرحمه تغييره غلط، انا قلت ان هي تغييره فنيه غلط، بس عصبيته هو على سعيد بالرحمه امبارح دي بتقول لك ان خلاص الفرقه دي جابت اخرها، كل اللعيبه اللي عندي استخدمتهم ومع ذلك الفرقه مش شايفه قدامها. فالمدرب حس ان هو تايه وحس ان الخصم عمل عليه مباراه تكتيكيه عظيمه جدا. لما طلع سعيد بالرحمه وقرر ان هو يضحي بيه كاول تغيير وتعامل معاه بطريقه سيئه، هو بيتعامل معاه بطريقه سيئه لان هو مش قادر يصدق الموقف اللي هو فيه. هتقول لي لا ده عنصريه، اقول لك بص المدرب واللعيب بيقعدوا مع بعض اكتر من حضرتك ما بتقعد في بيتكم او اكتر من حضرتك ما بتروح الشغل وترجع. لا المدرب واللعيب بيتمرنوا كل يوم مع بعض على طاوله الاكل مع بعض، في كل حته بيقعدوا يتكلموا مع بعض. وما تحاولش تقنعني ان لعيب لعب 23 مباراه من 26 مباراه واجمال المشاركه من بدايه المباراه 20 مباراه هو لعيب بيتم التعامل معاه بعنصريه في وسط يعني. طب يا باشا ده انا ابدا بيه 26 مباراه وكان منهم لحد 90 دقيقه علشان ابقى اشتم التعامل معاه بعنصريه. سعيد بالرحمه لعيب لسه صغير، ده بتمويش شاف ان سعيد بالرحمه لازم يتعمل له عقد طويل الامد علشان خاطر لعيب زي ده جوهره لازم احفظها جنبي. فتيجي تتكلم على مدرب شايفك بالطريقه دي ان هو بيتعامل معاك بعنصريه لمجرد بس ان هو اتعصب عليك على الخط. مش ماشي يعني. وبعدين لما بيب برده كان بيتعصب على رياض على الخط الناس كانت بتقول ان هو عنصري، بس مع ذلك لما بيب كان بيهزر مع رياض على الخط عادي والله يا اخويا بيسرق اللقطات. انت كده كده في الحالتين مش عاجبك اي حاجه وواثق في وجهه النظر بتاعتك. ليه؟ لان احنا دايما بنحب نكون مظلومين، وموضوع المظلوميه اللي احنا هنعيش فيها دي
هيكون سيء. ليه؟ لانك لما تشوف الموضوع بجهة ان انت مظلوم وان كل الناس بتعنصر عليك، صدقني وقتها هتكون انت العنصر، مش الناس هي اللي هتكون بتعنصر عليك. غير معلش يعني انا اكتشفت اوسخ ما فينا في بطولة افريقيا اللي فاتت دي، ناس كانت بتدعي المثالية مع البطولة، اكتشفنا ان هم ناس عنصرية جدا، واكتشفنا ان هم ناس سيئة جدا، واكتشفنا ان هم بيعاملوا الافارقة بطريقة قذرة جدا. فما تجيش تتكلم معايا على عنصرية المدربين الاسبان ضد اللعيبة الجزائريين وعنصرية المدرب اسكتلندي. ضربت موسكو اسكتلندا على فكره، وكان جاي بديل السيرف من مانشستر يونايتد. انت جاي تتكلم على ان كل الناس بتعنصر ضدي؟ طب طالما كل الناس مش انت بتلعب هناك ليه؟ يعني طالما هم مش مقتنعين بيك، هم حاطينك هناك ليه؟ ده بالعكس، ده حاطينك ومخلينك من نجوم الفريق، ومع ذلك تيجي تقنع الناس وتقنع الناس ان هم عنصريين. قول ان انا بلم لايكات، احترمك وقتها انك بتلم لايكات، انما ما تقول لي ان كل الفكره اللي بتحصل هي فكره عنصريه لا اكثر ولا اقل. هتقلب ريتش القناه، بس بعد ما تقلب ريتش القناه هتعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجه؟ ليه؟ لانك كدبت على الناس وضحكت على الناس. لو عايز تتكلم بقى ككوره، نبعد عن عالمهم القذر اللي احنا فيه، اللي هو العالم بتاع العنصريه والعالم بتاع الحرب والعالم بتاع الدم والكلام ده، نبعد احنا عن العالم ده وناخد الناس نتكلم في الكوره. احنا جايين نتكلم في الكوره، احنا مش جايين نتكلم في عنصريه مدربين ولا جايين نتكلم في اي حاجه. جزء من اللعبه، جزء من اللعبه. نيمار لحد دلوقتي بترمي عليه موس في فرنسا، نيمار مش افريقي ولا بشر، بس بترمي عليه موس. العنصرية ملهاش حاجة اسمها ضد فئة معينة. احترامي كله لسامو لقيته، احترامي كله لرياضة ريه، احترامي للرياضة، احترامي المحرز رياضة عالم بلاوش بقى في اخر الفيديو، احترامي البيب، احترامي بالرحمة، احترامي لدافيد مويز، احترامي كل لعيب عربي عايز يعمل اسم لنفسه بعيد عن العقلية الفاسدة اللي هو طالع منها. لما صلاح اتكلم عن المنتاليتي ناس كتير زعلت منه، بس بصراحة احنا عندنا في الوطن العربي هنا المنتاليتي صفر، وانا واحد من المنتاليتي، انا ما عنديش منتاليتي اساسا. انا كواحد لما المدربين كانوا بيستفزني كنت بخبط فيها وبتخانق فيها، بس لما كبرت شويه عرفت ان دي كانت طريقه ان هو يخليك تطلع احسن ما فيك. بس ندمت بصراحه ان انا فهمت الكلام ده متاخر، كان ممكن مستقبلي كله يتغير لو كنت بارد وكنت هادي وكنت سمعت الكلام. لعيب الكره سعادتك من اكتر الناس اللي بتتشتم في الحياه، او لعيب الكره، لعيب الكره في مرحله الناشئين بيتم السب ليه ابوه وامه وعيلته وكل اللي انت ممكن تتخيله مع مدربين سافله جدا، بيتحمل ليه؟ لانه كان عنده حلم. لما وصل لحلمه وخلاص، اي حاجه ممكن يتم التعامل معايا بيها انا اتقبلها واعديها واعرف اتعامل معاها بمزاجي. فما تحسنيش ان رياض محرز في كل مسيرته مع الكوره ما شافش اسوأ بكتير قوي من اللي هو شايفه مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، بالعكس كانوا بيشوفوا اسوأ من كده، بس كان المقابل المادي مش موجود، انما بيشوفوا في سيتي ومقابل مادي عالي جدا. هي الكوره بتتلعب عشان ماديات لا اكتر ولا اقل. المجد والكلام ده قليلين اللي بيلعبوا علشان خاطر المجد، ويمكن دلوقتي اندثروا خالص. فالكره كلها حاليا بقت موضوع ماديات. دور على كريستيانو رونالدو مشي ليه من ريال مدريد، هتلاقي ان هو كان عايز العقد بتاعه يكبر. دور على راموس مشي ليه من ريال مدريد، كان شايف ان العقد بتاعه عايز يكبر. دور على توتي واساله هل ندمت انك كملت مسيرتك كلها في روما، هيقول لك ندمت ان انا كملت مسيرتي كلها في روما. رمز الوفاء بعد ما بطل كوره طلع قال ان انا ندمت ان انا بعمري ان انا كملت في روما. كره القدم مش زي ما انت متخيلها، الموضوع مغالق قوي، الموضوع مش زي ما هم بيتكلموا علم وكيمياء والكلام ده، موضوع ابسط من كده بكتير، بس هم مش عايزين يتقبلوه، عشان لو تقبلوه هيبان ان هم بيضحكوا على الناس لا اكتر ولا اقل. لو عجبك الفيديو بعد كل الكلام ده اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم زي ما انا مطالب ان انا تحترم رايي، عايزك كمان تقول رايك وانا هتحترم.